تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا Allah.